الحمد لله ما موجود بالعراق، بس هو مرض مهم. كل واحد يسافر للخارج لازم يعرف عنه. الريجن هي افريكا اند ساوث امريكا تريبانوسومياسيس، اونلي بهاي المناطق موجوده. هذا از ديو تو ذات، السبب مالته هو الفيكتور الناقل للديزيز هو موجود. والامراض هي اسمها افريكان تريبانوسومياسيس سليبنج سيكنس اند ساوث امريكان تريبانوسومياسيس اللي هو تشاكاز ديزيز. الصوت نعم واضح؟ دكتور واضح. اللايف سايكل مال تريبانوسوما باسز ان تو هوست، الفيرتبريت هوست اللي هو عاده الديفينيت هوست اللي هيومن يكون one of them on the intermediate host اللي هو الانسكت فيكتور اللي يسبب الديزيز. So it is called a diagenic parasite. الفيكتور تريبانوسوما follow one or two modes of development and are accordingly to classified راح نلاحظ اكو طريقتين مال الاصابه، سيلفاريا اند ستيركوريا. شنو سيلفاريا اند ستيركوريا؟ سيلفاريا هو يسموه anterior station. The trypanosomes migrate to the mouth part of the vector so the infection is transmitted by their bite. يسموه inoculative transmission. Example مالته هو trypanosoma gabiensi and rhodiensi causing the African trypanosomiasis by the bite of a tsetse fly. Stereocoria اللي هو يسموه posterior station. Trypanosomes migrate to the hind gut backward and pass in the feces. يسموه stercorian transmission. هاي يصير بالtrypanosoma cruzi causing the Chagas disease. يعني شنو معناته؟ The disease is acquired by rubbing the feces of the vector bug into the wound causing by the bite. يعني بالبداية الفيكتور يسوي bite ويمتص دم، بعدين pass feces at the site of the wound ويسوي the rubbing للفيسز، بعدين تدخل الانفكتيف stage للإنسان. هاي يصير بالترابانوسوما. إذا عرفنا الفرق between the salvaria and stereocoraria وشلون يصير الإصابة بكل واحدة من عندهن، وهي مبينة من التريبانوسوما. هنا الأفريكان تريبانوسومياسيس يصير بالسلفاريا، بينما التشاغاز ديزيز اللي هو يكون بأمريكا راح يكون بطريقة البوستيريو ستيشن هي الستيروكوراريا. شلون نسوي كلاسيفيكيشن مع تريبانوسوم that infect the human؟ اكو بهن infecting the animal. احنا يهمنا medical important parasite Trypanosoma brucei complex that causing the African trypanosomiasis اللي هو the sleeping sickness. The subspecies مالته هو شنو؟ According to the geographical distribution اكو West African sleeping sickness اللي السبب مالته هو Trypanosoma brucei gabiensi، وال East African sleeping sickness will cause مالته هو Trypanosoma brucei rhodiensi. بعد عندنا تريبانوسوما كروزي اللي موجوده بالساوث امريكان تريبانوسومياسيس اور تشاكاز ديزيز، ان تريبانوسوما رانجيلي اللي هو نون باثوجينيك مرات تسبب ديزيز موجود في ساوث امريكا، مرات تسبب ديزيز للهيومن ان ساوث امريكا انفكشن. نبدي باول واحده اللي هي الويست افريكان تريبانوسومياسيس. الويست والايست هواي يشابهن، اكو فروقات بسيطه راح نلاحظها بنهايه المحاضره، بس ان جنرال هو ذا سيم لايف سايكل. اكو اللي يفرق هو بالديزيز بروسيس شلون تصير. التريبانوسومز ليف ان مان اند اذر فيرتبليت هوست اند ذي ار اسينشالي باراسايت اوف ذا كونكتيف تيشو، سو الهابيتات ما تعادت ان يكون رابيدلي مولتيبلاينج اند انفيدينج ذا ريجنال ليف نود ذا بلاد اند ايفن ماي ريتش ذا سنترال نيرفس سيستم. هاي المكانات اللي ممكن نسببها. التريبانوسوما بروسي معروفه عنها بانه عندها هاي جينيتيك فاريشن، هواي تتغير الجينيتيك كود مالتها، وبذلك تتغير الجلايكوبروتينز اللي موجوده عليها. And there is a cyclical fluctuation in trypanosomes in the blood of the infected vertebrate every 7 to 10 days. تلاحظ بانه يتغير الجينات مالتها خلال هاي الفتره. كل سكسيسيف ويف ريبريزنت ا فاريانت انتيجينيك تايب يسموها الفات of trypanosoma
tripomastigoid possessing variant specific surface antigen يسموه VSSA or a variant specific surface glycoprotein اللي هو الكوت انتيجين VSG. هذا هو اللي يتغير دائما، وبهالحاله راح يسبب شنو من تتغير الانتيجين مالته، خصوصا على قلنا الكوت انتيجين هو سيرفس انتيجين، معناته راح يسوي ايفنج للاميون سيستم، وبهاي الحاله ما يقدر الاميون سيستم يهاجمه. It is estimated that single trypanosome may have as many as 1000 or more variant surface glycoprotein genes that help to evade the immune response. The life cycle موجودة صورة مالتها أمامكم اللي هي مال تريبانوسوما بروسي. لاحظ بأنه الإصابة مال هيومن تبدي هناية لما مثل ما قلنا تسي تسي فلاي تاخذ بايت transmitted to man by a bite of infected تسي تسي فلاي اللي هي شنو الانفكتيف ستيج الميتاسايكليك تريبوماستيغويد، تتحول الى لونج سلندر فورم then multiply by bivalent fission to intermediate form short stumpy form then invade blood stream اللي هي هذا راح تسبب لنا ديزيز، راح تكون موجوده. وهي هاي لما يجي تسي تسي فلاي مره ثانيه ياخذ another ingestion راح يحملها وتوصل لل بالميد جات ديفلوب انتو لونج سلندر tripomastigoid then multiply and migrate to the salivary gland and become the epimastigoid and multiply to develop into the metacyclic tripomastigoid to form the infective form to human, stay in the when in the mouth part the salivary gland and wait for another bite to human and to pass the metacyclic tripomastigoid form which is the infective for human. Other CC fly ويسبب لنا تريبانوسوما بروسي اللي هو African Sleeping Sickness. الهوست its life cycle in two hosts قلنا vertebrate اللي هو عادة man and other domestic animals ممكن تكون pigs. الانفرتبريت هي قلنا الهوست الثاني اللي هي تسي تسي فلاي تكمل بها ال life cycle. Both male and female تسي تسي فلاي of Glossina species اسمها Glossina palpalis are capable of transmitting the disease to human. راح نفتهم ليش قلنا both male and female سوي transmission of the disease. لأن راح تجينا بعدين راح يقولون بأنه أكو بس female مرات تسبب disease والميل ما يسبب disease. بس بهاي الحالة both sexes transmit the disease by their mouth parts. من يعرف يا female تسبب disease other than male وشنو disease تسببه؟ ملاريا دكتور؟ Very nice. الموسكيتو female mosquito سبب لنا الإصابة بالبلازموديوم بينما الميل موسكيتو ما يسبب إصابة. The infective form مثل ما لاحظنا باللايف سايكل كانت اسمها metacyclic tripomastigoid forms are infective to human and mode of transmission in a bite of tsetse tsetse fly. Other mode of transmission or congenital transmission of the infected mother to the fetus also recorded. A reservoir man is the only reservoir host, although pigs and other domestic animals can act as chronic asymptomatic carriers of the parasite. هاي هي تسي تسي فلاي صورتها الحقيقية وشلون الماوث بارت مالتها هو اللي يسوي piercing and infection to human and causing the African trypanosomiasis. الباثوجينيسيتي هنا راح نتكلم على تريبانوسوما بروسي غوبينزي causes the West African sleeping sickness. عادة الالنس تكون chronic and persists for many years. وعرفنا شنو السبب مالتها لأنه عادة يغير الانتيجين مالتها فالإميون سيستم ما يقدر يسوي لها elimination. Initial period أكو parasitemia in which the parasite will be localized in the lymph node. بعدين there will be a painless chancre اللي هي يسموها trypanosomal chancre appears on the skin at the site of the bite. المكان اللي يتعرض تسي تسي فلاي يصير chancre. Chancre هو تشبه الألسر يكون شكله متحدد واضح يسموه chancre. يمكن حكولكم عليه بالفيروسات همينه او بالسيفلس اكو سيفلس chancre يكون مشابه له. Followed by intermittent fever, chills, rash, anemia, weight loss and headache.
systemic trypanosomiasis without central nervous system يسموه stage 1 disease. بعدها بالبدايه بعد ما وصل للسي ان اس فيكون هنا systemic منتشر بالبلد. In this stage there is a hepatosplenomegaly lymphadenopathy particularly in the posterior cervical region يسموها water bottom winter bottom signs. هي enlargement of the cervical lymph node بالposterior region. هاي sign of a stage 1 disease اللي هو قلنا systemic. بعد شنو بيكون؟ Myocarditis also develop frequently in stage 1 disease and is especially common in radiosensory infection. Choctesis stage 2, هاي winter bottom signs ممكن تكون من جهة واحدة أو من الجهتين واضحة. Enlargement of lymph node, cervical lymph node. Hematological manifestation in stage 1 include anemia, moderate leukocytosis and thrombocytopenia. And there is a high level of mainly immunoglobulin in whole IgM in constant feature. دائما يكون موجود. The stage 2 disease involve invasion of the central. لما يكون الديزيز عدى عليه الستيج 1 يتحول الى stage 2. And there is the invasion of the CNS. اللي راح يصير بهالحاله اكثر after several months and there will be sleeping sickness will be start if the patient is عنده. This is marked by increasing headache, mental dullness, apathy and daytime sleepiness. ليش يسموه هو sleeping sickness؟ لان الشخص يكون عنده خلال النهار ينام من كيفه او يصير عنده نوبات او نوم طويله خلال النهار مو وقت النوم مالته. Patient falls into profound coma. نعم بس هذا الميت قبط يعني الطلاب يريدون يدخلون ده ممكن تسوي رابط اخر هو المفروض ما نسوي بس الخاطرك راح اسوي صح ما وديك دكتور بالميت. اوكي. مجموعة ثانية توكم بديتوا تسمعوني؟ محمد رضا علي محمد هادي نور نصير دكتور اعتقد مسوي كتم للمايك مالتك من وقت الثاني والله انت معدل محمد رضا حسين نور نصير يوسف شامل محمد علي محمود تسمعوني؟ نعم دكتور نسمع نكمل؟ اوكي حكينا على ستيج 1 ديزيز هسه نحكي على ستيج 2 ديزيز ذات انفولف ذا سي ان اس ذن ذا بيشنت ويل ستارت افتر فيو مانث سليبنج سيكنس الماركت مالته شنو شلون يبدي هذا الستيج 2 انكريزنج هيديك منتال دولنس apathy and daytime sleepiness اللي هو خلال النهار ينام في وقت مو وقت نوم and the patient may fall in profound coma and even death يخش بكوما احتمال بعد ما يستيقظ من عندها. Histopathology shows chronic meningoencephalitis ورا ما يوصل لهاي المرحلة and the meninges are heavily infiltrated with lymphocyte
بلازما سيل. هاي البلازما سيل شو يكون عليها؟ تكون اتيبيكال بلازما سيلز كونتينينج ملبري شيبد ماس اوف اي جي اي. لاحظوها بانه تختلف عن الباقيات. Abnormalities in the CSF include raised intracranial pressure, pleocytosis, and raised total protein concentration. Pleocytosis يعني الخلايا الموجودة متعددة مو نوع واحد من الخلايا. And raised total protein concentration بال CSF. I sign مال stage 2 لما قلنا يوصل للبرين central nervous system وتبدي sleeping sickness. The East African sleeping sickness اللي هي rhodesians is more acute than the Gambian form and appears after an incubation period 4 weeks. ذاك قلنا يتأخر شوي أكثر. And it may end fatally within a year or onset before the involvement of the CNS develop. بيكون أخطر more virulent than the previous one, than the Gambian one. واحتمال patient die before reaching the CNS disease. وهذا هو difference بيناتهم in general. الorganism هو بروسي جامبيانزي and رودسنسي يفرق بين east and west. Distribution مالتهم according to the geographical. نفس ال CC fly هي السبب لها. والreservoir mainly human هنا عادة بالanimals, wild animals. Virulence أكثر بالeast African. And the course of the disease قلنا راح يكون هنا بالوسط more chronic late central nervous system while in the east African is acute. Parasitemia is very high بال more virulent one and lymphadenopathy is less common. ممكن نسوي isolation from the rodents قلنا هي موجودة عادة بال domestic or wild animal and the mortality is very high. In general, شلون راح نشخص التريبانوسومياسيس؟ Mostly by microscopical detection of trypanosomes. When? بال wet mouth preparation من ناخذ lymph node aspirates اللي قلنا هاي winter bottom والlymph node يصير بهن enlargement. أو جمزه stain thick from the peripheral blood smear of concentrated blood smear and wet mouth stained بالسمير of the CSF لما يوصل إلى stage 2. هنا راح نلاحظ نلقي الباراسايت موجود بهذه إذا حضرنا هذه السلايدات. Then there is a culture راح أشوف لكم عليه يمكن بالعملي. Imaging راح تشوف CT scan راح تلاحظ أكو cerebral edema. MRI also راح تشوف enhancement of white matter. Zero diagnosis of أكو antibody detection وأكو antigen detection. And antigen detection هو detection of the antigen of the parasite, the stable one most of the. And the molecular diagnosis by PCR حتى تقدر تميز وتعرف السترين الموجود يمك. Other mode of for diagnosis, laboratory diagnosis ممكن يسوي animal inoculation. Blood examination reveals anemia, monocytosis and raised ESR. And reversed albumin globulin ratio. The treatment عادةً in the initial stage when the central nervous system is not involved, اللي هو stage one, هيكون drug of choice هو pentamidine. While بال African trypanosomiasis اللي جامبيانزي, while in the rhodesiansy سورامين اللي هو drug of choice بالتريتمنت. وعادة يكون التريتمنت أفضل بالستيج 1 قبل أن يوصل للسي إن إس حتى ممكن إنه الباراسايت توقف وصوله للسي إن إس. طبعا البروفيلاكسيس هو mostly هو early diagnosis and treatment of the cases اللي هو بالحالة راح يكون مصدر لإصابة التي تي فلاي. فإذا كل ما يكون ما عندك أشخاص مصابين البلد مالتهم ما بي source of infection فبالحالة ممكن راح نسوي cutless cycle. Other mode of control هو control of tsetse fly بالpopulation مالتها اللي هو most important preventive measures هو سبب الإصابة. By wide spreading of insecticides, traps and baits impregnated with insecticides. Trypanosomiasis is still with no vaccine till now. خلصنا اللي African trypanosomiasis. راح ننتقل الى تريبانوسوما كروزي اللي هو تشاكاس ديزيز الموجود بالساوث امريكان تريبانوسومياسيس.
any question regarding African trypanosomiasis? Okay. Trypanosoma cruzi is the causative agent of Chagas disease. It's a South American trypanosomiasis in human. It is present, the trypanosoma cruzi, in both amastigoid and trypomastigoid forms. The amastigoid are the intracellular parasite, and they are found in the muscular tissue, nervous tissue, and reticuloendothelial cells. The disease enters the body, while the trypomastigoid are found only in the peripheral blood. The host might have two hosts, who are definitive host, other than you can man. The intermediate host, who is the vector, who are root with bug. Reservoir host is armadillo, cat, dogs, or pigs. The infective form here in FSA, metacyclic trypomastigoids forms, that are infective forms found in the feces of root with bugs. The vector is important in human infection are the root with bugs. Adapted to living in human habitation, mainly the triatoma. The triatoma here, the bugs that cause the infection with trypanosoma cruzi. These are large, up to 3 centimeters long. Night biting bugs typically defecate while feeding on the feces of the infected bugs containing the metacyclic trypomastigoid of trypanosoma cruzi that cause infection to human. هاي هي رودفيد باجز وانواع مالتها. انت بس اعرف بان هي اسمها ترايتوما. هاي صورة العليم ما لكوا علاقة بها. ها بس على البج. اوكي. عرفنا شلون يصير transmission of the infection to man and other reservoir host takes place when the mucous membrane, conjunctiva or wound or other surface of the skin is contaminated with the feces of the bug, اللي هي تريتوما قلنا, اللي يحتوي على الميتاسايكليك trypomastigoid, the infective stage. Also transmitted by blood transfusion, organ transplantation, and vertical transmission. المطر الانفكتد can transmit the infection to the, if it is pregnant, to the fetus. Very rarely by ingestion of contaminated food, وعادة ممكن أن تهمل أو لا تعتبر. Life cycle راح تكون من الروتفيد باجز لما ياخذ الميل مالته and start defecate at the site of the bite will pass the trypomastigoid that enter the cell and form to amastigoid and multiply by binary fission. Amastigoid passes through promastigoid and epimastigoid stage, then the trypomastigoid formed are released in the blood اللي هي راح تكون infective to the روتفيد باج. تريتوما لما تيجي تاخذ another bite راح تدخل تكمل اللايف سايكل عندها لحد ما تكون الميتاسايكليك تريبومستيجويد اللي هي ذا انفكتيف تو مان اللي عاده تكون موجوده بالميدجات اند ملتيبلاي اند ترانسفورم اند شيد ان ذا فيسز. الباثوجينيسيتي اند كلينيكال فيتشر انكيوبيشن بيريد تحتاج 1 to 2 weeks and the disease manifests as acute and chronic form. The acute Chagas disease occurs soon after infection, may last 1 to 4 months, seen often in children under 2 years of age, and the first sign appears within a week of the invasion of the parasite. خلال أسبوع واحد تظهر السين. اللي هي trichoma. It is typically subcutaneous lesion occurring at the site of the inoculation, and the inoculation of the parasite on the conjunctiva causing unilateral painless edema, periocular tissue of the eye called Romana signs. هو هذا اللي هو typical lesions يصير بالآي عادة unilateral. هي يصير إديمة بالperiocular tissue. And this is classical findings in acute Chagas disease. I هي Romana signs, swelling of the عادة children eye. It is a mark of acute Chagas disease. وياي شباب. نعم دكتور. وياك دكتور. وياك جيد.
Patient may die of acute myocarditis or meningoencephalitis, usually 4 to 8 weeks. The acute sign and symptoms resolve spontaneously and the patient enters the asymptomatic or the undetermined phase of chronic trypanosomal cruzi infection. اللي هو chronic Jacques disease found in adult and older children and becomes apparent years or even decades after the initial infection. بالـ chronic راح يصير produce inflammatory response, cellular destruction and fibrosis of the muscle, nerves that control tone of hollow organs like heart, esophagus, colon and etc. There's an inflammatory response and cellular destruction with fibrosis of the muscle and nerve that controls, you know, الأعضاء اللي هي تكون empty فارغة مثل الهارت أو الإسفيجاس أو الكولون. كل شيء يكون بلومن بمسل عندها تون حتى تحافظ على اللومن. وهي كلها تنضرب ويصير بها fibrosis فش يصير السيلولوس. This will lead to cardiac myopathy and mega esophagus and mega colon. يصير تتوسع dilatation بها كلها لأن ماكو tone of the muscle فتتوسع يصير كلش كبيرة يسموها mega esophagus and mega colon. والكارديوميوباثي هو معروف بأنه تتوسع الهارت يكبر بسبب of the weakness بالwall بالmuscle wall. الكونجينيتال انفكشن عادة من يصير عند الإصابة إذا كان هذا acute أو chronic هو ممكن أن ينقل possible in both acute or chronic phase the disease causing myocardial and neurological damage in the fetus. شلون نشخص الحالة؟ أمينا بالمايكروسكوبيكال examination of fresh anticoagulated blood or the buffy coat is the simplest way to see the motile organism. The wet mount of trypanosomoids are faintly visible, but their snake-like motion against the RBC makes their presence apparent. تلاحظ اكو شيء يتحرك مثل الحركة مثل الحية يشبهها. عادة هو ممكن همين ينصبغ بالجيمزاستين بالperipheral blood. إذا تحصل على thick or thin peripheral blood smear راح تلاحظ trypanosomoid موجودة. When used by experienced personnel, all these methods yield positive results in high proportion of cases. يعني it is the most important way of diagnosis in هذين الاثنين, wet mount or stain by thick blood smear, stain by Gemza stain. ممكن الشخص الحالة. Aqua culture اسمه NNN medium or its modification يستخدموه for the growing of trypanosoma cruzi. Animal inoculation ممكن يكون بالpig or mice. Histopathology biopsy examination of the lymph nodes and the skeletal muscle and aspirate from the trachoma may reveal a mastigoid of the trypanosoma cruzi. بينما بالبلاد راح نلاحظ trypanosomoid اللي هي قلنا عليها تكون movement مالتها تكون تشبه الحية. Other laboratory diagnosis ممكن serology by antigen detection or antibody detection. Intradermal test اللي هو antigen يسموه cruzin prepared from trypanosoma cruzi culture and used to see the delayed hypersensitivity reaction الموجود. Also diagnosis by molecular method by PCR. Other tests ممكن help in the diagnosis. ECG and chest x-ray could be useful in the diagnosis and the prognosis of cardiomyopathy اللي عادة نشوفه بالchronic Chagas disease. The combination of right bundle block and left anterior block is a typical feature of Chagas heart disease. لما يوصل للهارت ويصير بالهارت ويصير بالكارديوميوباثي تظهر عند البندل بلوك واضحة بالECG. Endoscopy will help in the diagnosis and visualization of the mega esophagus بالChagas disease قلنا بالchronicity. There is no effective and specific treatment available for Chagas disease till now. Mifepristone and benzidazole have been used with some success in both acute and chronic. These drugs will kill only the extracellular trypanosomes but cannot kill the amystichoid inside the intracellular forms. Prophylaxis هو mostly هو application of the insecticide to control the vector اللي هو root bed bugs. Personal protection
using the insect repellent and mosquito net قدر الإمكان أنه تتخلص من عدهن. Improvement in the rural housing and environment of eliminating the breeding places of the bugs اللي هو المكانات اللي تتكاثر بها الروتفيد bugs. حاول قدر الإمكان أنه نتخلص من عدها، هي موجودة عادة بالرورال أريا. هاي هي مود أوف بروفيلاكسيس. Any question regarding Trypanosoma cruzi؟ دكتور يعني مثلا الإنسان إذا انصاب بالبداية بداية المرض واكتشف هالشيء يعني يقدر يعالجه لو نهائيا بعد ما له علاج؟ إذا بالبداية هو بالبداية من انصاب بالبداية قدر الإمكان يكون الكومبليكيشن مالته أقل، لأنه عادة هو راح يوصل من يدخل داخل الخلية ما نقدر نقتله، بس إذا خارج الخلية فنسوي له ليميتيشن بالتريتمنت، نسوي له ليميتيشن حتى قدر الإمكان ما يتحول إلى كرونيك. دكتور يعني شلون نعرف إذا كان داخل الخلية أو خارجها يعني؟ فهمت. بالبايوبسي. إذا تاخذين بايوبسي من منطقة مصابة راح تشوفيها انتراسيلولر، هذا قدر الإمكان ما راح نقدر نسوي له في شيء حسب انتشاره بالهذا، بس هو عادة هو اللي تريبانوسوم اللي ينتشر عن طريق البلاد هو اللي يصير انفكشن للخلايا ويسبب الإصابات، فهذا هو اللي قدر الإمكان أن نسوي له ليميتيشن. فإذا أعطينا علاج من البداية على الإكسترا سيلولر راح نسوي ليميتيشن أوف ذا ديزيز، بس هو يبقى ما يطلع من جسمه. ننتظر الإميون سيستم هو يهاجم الخلايا المصابة ويحاول أن يقضي عليها قدر الإمكان. تمام دكتور، واضح. ويكم. بس أهم شيء أريدكم تميزون الطرق مالت الإصابة بيناتين، شلون تصير الإصابة؟ وبالتريبانوسوما كروزي شلون يصير؟ هو عن طريق يا اما يكون اكو فد ووند او اني تروما، او حتى هي عن طريق التروما مالت الروتفيد باجز اللي هي تسبب تروما بالماوث بارت مالتها بالبايت مالتها، then start defecate and passing the feces that contain the metacyclic trypanosomoid. بينما بالتيتشي فلاي هو عاده الماوث بارت بس السلايفا هو اللي pass and cause the disease، اللي هو ايضا الميتاسايكليك تريبوماستيجويد يسبب الانفكشن بس عن طريق الماوث بارت.